الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق أن قدمت في المجلس الأول عن سبب اختيار هذه المادة وسبب اختيار هذا الكتاب للدروس، وذكرت حقيقة أن السبب هو سبب يعني متعلق باستفادة الشخصية وب يعني مدى احتياج الإنسان الدائم للاتصال بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الاتصال بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه هو شفاء ودواء. وليست القضية يعني لما نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن لا نتعامل معها لما يكون في دروس مثلا، نتعامل معها باعتبار أنه مثلا خلينا نقول تحرير الألفاظ الدقيقة للأحاديث، هذا جيد، ولكن لا تكون القضية هي قضية يعني ارتباط بشرح علمي تفصيلي فقط، هذا جيد ولكنه لا يكفي. لابد من أن تعتبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه شفاء، أن تتعرف على الأحاديث النبوية أو تتصل بالأحاديث النبوية لتعرف هدي القدوة الكاملة، لتعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة الأحاديث التي في مثل رياض الصالحين، الأحاديث المتعلقة بسلوك التزكية بالدار الآخرة بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة وهذه المادة هي مادة للتداوي وليروى شيء من الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكذلك نقتبس من نوره عليه صلاة الله وسلامه، ماذا كان يفعل، كيف كان يعلم، إلى ماذا كان يدعو، ما الذي كان يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته، كيف كان يصلح، كيف كان يضحي لدين الله سبحانه وتعالى، إلى آخره من المعاني التي هي أنوار نحتاجها في زماننا هذا. وأنبه هنا إلى قضية مهمة جدا قبل أن نبدأ بهذه الأحاديث، وهي أن حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هداية ويحتاج إلى فقه. يعني ليس كل من علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد رزق الاقتداء به أو وفق لمعنى الاقتداء به، لأنه يا جماعة الخير يعني هناك من ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يفقه مراتب الهدي النبوي، مثل ما نتكلم عن مراتب الأمر والنهي والخبر، صح ولا لا؟ القرآن نفسه، دائما نقول القرآن هو كلام الله، لكن فيه أعظم آية وأعظم سورة، صح ولا لا؟ وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله على مرتبة واحدة، هناك ما هو أعظم شيء في هديه وهناك ما هو دونه وكله مهم. فالقضية ليست في مجرد أن تعرف أحاديثه أو تحفظها، وإنما القضية في كيف تفقه الهدي النبوي وكيف يعني تعطي هذا الهدي أهميته بقدر أو تعطيه الأهمية بقدر أهميته في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية مهمة وخطيرة جدا جدا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي يا كرام من المعاني التي تحتاج إلى تجديد وإلى تثبيت في الواقع. الواقع اليوم يحتاج إلى علم هادي، علم يهدي، ولا يحتاج إلى علم يعني يكون عبارة عن كثرة زائدة. طيب، على أي حال، نحن اليوم في المجلس الثاني من مجالس أحاديث رياض الصالحين، ولازلنا في الباب الأول فيه، والباب الأول كان عن النية واستحضارها. قال فيه الإمام النووي رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
أخذنا في المجلس السابق ستة أحاديث، واليوم نبدأ بالحديث السابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما روى النووي رحمه الله تعالى فقال: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، يبين لنا المحل الذي ينبغي عليك أن تعتني به وتهتم به، لأنه هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا. شعرك صار طويل شوية، وجهك فيه مشكلة، وللنساء مثلا والله جمالك مثلا ناقص شوية، عندك حساسية في الوجه وشايفة أنه يعني خلاص ضاع مستقبلك الأول والآخر، ويعني إلى آخره، ترى هذا ليس محل نظر الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا محل نظر مين؟ محل نظر الناس. وكلما تدنت معايير الناس تعلقت أنظارهم بالصور والأجسام. هذه معادلة يعني دائمة، يعني متى ما ارتفع معيار الإنسان نظر إلى الحقائق، إلى المعاني، إلى ما في، إلى ما، إلى الشيء الذي يعيش لأجله الإنسان، وإذا انخفض معيار الإنسان انخفضت معاييره، فنظر إلى الشكل، الصورة، الرتبة الاجتماعية، الوظيفة، مقدار الدخل المالي، صح ولا لا؟ وبناء على ذلك لما يأتي الأنبياء إلى أقوامهم ويدعونهم يستجيب لهم مثلا بعض الضعفاء، الآخرون لا يستجيبون، لماذا؟ انظر من اللي معك، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ما على رجل من القريتين عظيم، وهكذا. جيد. طيب، أما الله سبحانه وتعالى فإنه إنما ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك أنتوا تعرفوا يا جماعة أن الإنسان يعني يعتني كل يوم بمظهره، صح ولا لا؟ الاعتناء على الأقل الحد الأدنى، يعني طبيعي الإنسان قبل ما يخرج تأكد أنه غسل وجهه، تأكد أنه ما في خطوط على وجهه من المخدة لما كان نايم، يفرش أسنانه، تمام، يمشط شعره، هذا شيء طبيعي. يعني هذه عناية شهرية ولا يومية؟ يومية. وبطبيعة الحال النساء عنايتهم اليومية أيضا أكثر. إحنا ما نتكلم عن الآن عن قدر الزائد، إحنا نتكلم عن قدر الأساسي اليومي، صح ولا لا؟ طيب، كما أنك تعتني يوميا بالشيء الأساسي في مظهرك وتخشى من العيب فيه، فيجب عليك أن تعتني يوميا بقلبك. يوميا يجب عليك أن تعتني بقلبك. هذا إذا كنت تريد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحفل بأحاديثه. يوميا تنظر إلى قلبك. كيف تنظر إلى قلبك؟ بطبيعة الحال ليس المقصود أنك يعني تشتري أجهزة تكشف لك عن النبضات ولا عن شيء، وإنما تنظر إلى قلبك من حيث ما يحمله من المعاني. وأعظم معنى ينبغي أن تتفقده يوميا في قلبك هو معنى مراقبتك لله واستحضارك لعبوديتك له ولاطلاعه عليك ولصيرورتك أو مرجعيتك له سبحانه وتعالى في الآخرة. يعني إحنا بنقول كما أن الناس تنظر في أجسامها يوميا فيجب عليها أن تنظر في قلوبها. لو قال قائل: ما هو هذا النظر؟ ما طبيعة هذا النظر؟ أقول لك أول شيء وأهم شيء هو النظر إلى محل يقينك باطلاع الله عليك وعبوديتك له ومدى استحضارك لأنك ستعود إليه، أو لمعنى رجوعك إليه سبحانه وتعالى في الدار الآخر. هذا هو الذي ينبغي عليك يوميا. طيب، إذا لم تفعل ذلك، فاعلم أنك وإن لم تفعله
فإن الله سينظر إلى قلبك. وإذا نظر إلى قلبك ألا تستحي منه سبحانه وتعالى أن ينظر إلى قلبك فيرى فيه الغفلة وذكر كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى، وامتلاء هذا القلب بمعاني محبة البشر وغياب معنى محبة الله، وأن يرى سبحانه وتعالى في قلبك الخوف من الناس ولا يرى في قلبك الخوف منه، وأن يرى في قلبك شدة تعلق بغيره ولا يرى في قلبك هذا التعلق به سبحانه وتعالى. ألا يستحي الإنسان وهو يظن أنه أو يقول أنه مسلم، ألا يستحي من نظر الله إلى قلبه ثم لا يكون قلبه ممتلئا بمعاني الحب لله والخشية له والتوكل عليه والرضا عنه والرضا به سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تفعله يوميا، وهو أن تنظر إلى قلبك، هل قلبك هذا هو ستتشرف به حين ينظر الله إليه أم لا؟ ثم ما الأمر الآخر الذي ينظر إلى الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يا سعد؟ العمل. العمل جاي قبل القلب ولا بعده؟ بعد. قبل القلب أم بعده؟ بعد القلب، لأن العمل لا يزكو إلا إذا زكى القلب، والدليل على ذلك كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، وبالتالي عملك هذا الذي تعمله يا سعد هو محل نظر الله سبحانه وتعالى ومحل اطلاع منه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت في اليوم والليلة عندك من يراقب عملك، افترض أنك موظف في شركة، في نهاية اليوم ولا نهاية الأسبوع يطلب منك تقرير، ولا يجلس معك اجتماع للإنجازات ولا أيا كان، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عملك أيضا. وهذا الاطلاع هو اطلاع غير اطلاع البشر، فهم لا يدركون حقيقة ما في القلوب. قد تعمل عملا متقنا في الظاهر، ولكنك تعمله لتتخلص من شر إنسان أو لتتقرب إلى إنسان، بينما الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا يكون طيبا إلا إذا كان خالصا، ولا يكون خالصا إلا باستقرار معنى الإخلاص في القلب. والله يرى هذا الإخلاص، والله يطلع على هذا الإخلاص، والله يعلم هذا الإخلاص. فلأجل ذلك يا أحبتي الكرام جميعا، إذا كنا نعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، فاعلم أن من أعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم السنن التي حرص على أن يوصلها إلى أصحابه وإلى أمته هي العناية بالقلوب. العناية بالقلوب يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم ترى حرص جدا أن يوصل هذا المعنى إلى أمته، حرص جدا، يعني مو قضية حديث واحد ولا حديثين. يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا كذا، يعني لو كنا في زمنه ونحضر هذا المجلس الذي فيه هذا الحديث، ما هو هذا الحديث؟ حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. شو كذا يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني يريد أن يعلم تقوى ها هنا، يعني كأنك وأنت يعني تبحث عن تقوى في أعمالك، تقوى ها هنا داخل نفسك، داخل نفسك، دعك الآن ماذا يصنفك الناس وماذا يقولون عنك، أنت ما الذي في قلبك فعلا، ما الذي في قلبك فعلا؟ التقوى ها هنا. ولذلك نرجع فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حرص حرصا تاما على أن يربي أصحابه على مركزية القلب وخطورته، وأهمية أن تراقب ما في قلبك وأن تصححه، وأن تعلم أنه محل نظر الله ومحاسبته سبحانه وتعالى.
وكما قلنا حتى لا يكون الكلام مجملا، ما هو طيب، ما هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل في القلب؟ أهم معنى ينبغي أن يحمل في القلب من حيث المتابعة اليومية هو مدى يقين هذا القلب بأن الله حق، وأنه مطلع على الإنسان ويعلم ما في نفسه ومطلع على عمله، وما الذي يحمله هذا القلب من معاني العبودية لله. يعني إيش عبودية القلب لله؟ إخلاص، توكل، خشية، يقين، محبة، إنابة، رجاء، هذه كلها عبوديات قلب. وجاء بقلب منيب. طيب الحديث التالي، أنا بموسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أو عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث يبين أن الإنسان وإن اجتهد في عمله، ولو كان هذا العمل في ظاهره نصر للدين، ولو كان هذا العمل في ظاهره تضحية، فإنه لن ينفع ولن يكتب عند الله، ولن يكون محل جزاء وثواب، محل ثواب عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان يستحضر أو يريد الإنسان به المعنى الذي يحبه الله. ما هو المعنى الذي يحبه الله في القتال تحديدا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. فالذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جيد. طيب الآن الرجل يقاتل إيش؟ شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء. طب في أشياء ثانية غير هذه، شجاعة وحمية ورياء، ممكن تكون مثلها؟ كثير. ممكن للغنائم، صح ولا لا؟ الحمية هذه، ترى الحمية يعني ممكن الشخص يقاتل عصبية إلى قبيلة، إلى وطن معين فقط. إذا كان الإنسان لا يحركه إلا القتال إلى وطن معين، ها، فلا ينهضه معنى الأمة الإسلامية والعمل في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وإنما ينهضه ويحركه القتال في سبيل الوطن فقط، ها، فمن عاد الوطن فقد استحق القتال، ومن صادق الوطن فقد استحق إيش؟ الولاء والنصرة. وهذا المعنى الذي يحركه ولا يعتني بأمر المسلمين ولا يغضب لأمة الإسلام، فهذا داخل في هذا الحديث، يقاتل رياء أو حمية أو شجاعة أو سميها ما شئت. واضح ولا واضح؟ يعني نحن في زمن في أشياء تزاحم النيات الصالحة، تزاحم النيات الصالحة، تصنع يعني أشياء وأطر غير صحيحة، غير صحيحة، أقصد أنها تكون هي المعيار. الوطن حبه طبيعي، جيد، ممتاز، إنسان يعيش في وطن يحبه، ولكن الوطن نفسه ليس هو المعيار للولاء والبراء، ليس المعيار للولاء والبراء. المعيار للولاء والبراء هو ما كان لله وفي سبيل الله ولرفع كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك مثل ما يجري الآن مثلا في غزة أو في غيره من مآسي المسلمين، ما دام إنه المشكلة ليست في وطن، في وطني ولا في وطن فلان ولا في وطن علان، فإيش؟ ما لنا دخل. لكن خلي واحد يتجرأ ويسيء إلى وطني بشيء، خلي واحد يتجرأ ويسيء إلى وطن بشيء، سيقوم الواجب الوطني وسيتصاف الجيوش لردع المفسد المجرم الذي أساء إلى وطننا المقدس. أما أوطان المسلمين
التي تجري فيها المآسي ويتسلط عليها أعداء الله، حتى لو استعملوا كلمات حرب الدينية، الحرب الدينية، حتى لو استعملوا كلمات الحرب الدينية ضدك فهذا لا يعنيك. ثم إذا مات من هذا حاله يقولون عنه الشهيد والذي فعل وفعل، لا، من هو الذي في سبيل الله والذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. هذه قضية من القضايا الخطيرة جدا التي ينبغي على الناس المسلمين أن يعتنوا بها وأن يهتموا لها وأن يتفطنوا إليها. نعم. طيب الحديث التالي، الحديث التالي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه أو حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. الآن هذا الحديث له علاقة بالنية واضحة صح؟ أيوة. له علاقة بالنية، الباب كله عن النية والإخلاص ها؟ طيب إنسان، تخيلوا إنسان مقتول، مقتول ولكنه في النار، ولكنه في النار، يعني ما أفضى إلى الدار الآخرة وهو قاتل، وإنما أفضى إلى الدار الآخرة وهو مقتول. أيوة. مقتول معناه تألم، معناه أصيب صح ولا لا؟ ولكنه في النار. لماذا؟ لأن قتله هذا كان في سياق قتاله مع إنسان مسلم آخر، وكان هو في داخل قلبه، وإحنا نرجع مرة ثانية أين محل نظر الله؟ القلب. هو كان في قلبه يريد أن يكون مقتولا أم قاتلا؟ قاتلا. سؤال: هل حاسبه الله سبحانه باعتباره مقتولا أم باعتباره قاتلا؟ نعم، باعتباره كان يريد أن يكون قاتلا، باعتباره متجرئا على أن يكون قاتلا. الصورة الظاهرة مقتول، والحساب على معنى أن يكون قاتلا. شوف كيف، هذا هو محل نظر الله وهذا هو السبب في الحساب. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا إيش؟ رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. سؤال: أين موضع الشاهد من الحديث؟ لا يريد إلا الصلاة، وأيضا أحسنت، لا ينهزه إلا الصلاة. يعني الحديث هذا في الأساس ساقه النووي رحمه الله لفضل صلاة الجماعة أم لأهمية النية في الذهاب إلى المسجد؟ لا لا، لماذا ساقه هنا وليس على ماذا يدل؟ طبعا الحديث يدل على فضل الجماعة، لكن هنا لماذا اختار النووي هذا الحديث هنا في هذا الباب؟ اختاره ليقول لك إنك إذا خرجت إلى المسجد أو إلى غيره من الأعمال فانتبه، لا تخرج إلا لأجل هذا العمل الذي تريد به وجه الله. يعني لا تنوي في قلبك إلا هذا العمل. مثلا مثلا أنتم الآن طلاب في مركز، هذا المركز يقدم برامج دعوية وعلمية وشرعية عن الإيمان والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك. سؤال: ما الذي ينهزك حين تخرج إلى المركز؟ أن أكون مصلحا. هنا يأتي الكلام في هذا الحديث. هل أنت حين تخرج يوميا أو في وقت خروجك لهذا المركز، هل الذي أخرجك من جهة المعنى الداخلي
هل هو معنى أن تتعلم دين الله، أن تلتقي بصحبة صالحة، أن تتذاكر ما يحبه الله، أن تمشي في طريق ترجو في مستقبله أن تكون صالحا مصلحا هاديا مهديا؟ إن كان كذلك فهنيئا لك، وإن كنت تخرج لأنه في إزعاج في البيت فأنت تبغى تنفك من أخوانك الصغار وتأخذ لك وقت مستقطع تنبسط فيه، أو شوف لاحظ الآن هل هذه الفكرة محرمة؟ أقصد فكرة أنه أنت تنزعج فتخرج، هل هذا شيء محرم؟ لا، مو محرم. فضلا عن من يخرج إلى مجالس الخير وهو يريد معنى محرما، فهذا كمان شر على إيش؟ شر على شر. لذلك إذا أردت أجر شيء معين من الأعمال ففتش في قلبك ونفسك قبل الخروج إلى هذا العمل، بحيث لا تريد إلا وجه الله بهذا العمل. جيد؟ فالخروج إلى المسجد ما هو الذي ينبغي أن تفتش على نفسك فيه؟ الصلاة. قال إيش؟ لا يريد إلا إيش؟ الصلاة. يعني ممكن تقول أنت يعني ترى لا تتخيلون مقدار الفضل في هذا. يعني الله يراك وقد قطعت أشغالك أو قمت من نومك ومشيت هذه الخطوات، وينظر الله إلى قلبك وهو يرى أنه ليس في قلبك إلا الصلاة. أنت رايح تصلي لله نقطة، حين يرى الله منك ذلك، يا الله لو تعرف مقدار الحسنات التي يكتبها لك، لو تعرف مقدار الخير الذي يكتبه لك، ما تتخيل. هنا يكون بكل خطوة حسنة وتكفر سيئة، والملائكة تصلي عليك وتغدو في إلى الجنة وتروح، ويعني الحسنات والبركات والخيرات والفضل الصلاة وتكفير السيئات. لا تسأل. سؤال كذا بالأمر اللي التفكير كذا السريع المجرد، أيهما أصعب؟ أن تنوي معنى الصلاة ولله، أم أن تقوم من نومك وتذهب وتتوظف قد يكون الماء بارد وتخرج وتمشي إلى المسجد؟ أي أصعب؟ ثانية، صح ولا لا؟ لأن الأولى إيش هي؟ عبارة عن ما فيها عمل، بس كذا الذكر أم القلب. طيب في الواقع أي أصعب؟ عند كثير من الناس الأصعب هو ماذا؟ النية. يعني قد يسهل علي أن يذهب ويجي وكذا وإلى آخره، وتكون أشبه ما يكون بالعادة، أما أنه يستحضر هذا المعنى. فإحنا يعني يجب أن نتذكر دائما هذا المعنى. طيب، عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن نكمل الحديث أود أن أقول أنه في هذه السلسلة إن شاء الله في بعض الأحيان بما يتيسر نلتقط واحدا من الصحابة ونقف معه لنتحدث عن سيرته. جيد؟ وإلا في الأصل أن هذه السلسلة ليست لسير الصحابة، لكن قد نلتقط بعض الالتقاطات، بعض المواقف، ونتركها بما ييسر الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث حديث مهم في بيان أهمية النية والعزيمة والإرادة في الخير، وأن الله سبحانه وتعالى لرحمته ولفضله فقد جعل إمكان الوصول إلى الحسنات الكاملات بالنية ممكنا أو حاصلا أو سهلا أو ميسرا، بل
وجعل من أبواب الحسنات ترك السيئات. جعل من أبواب الحسنات ترك السيئات. يعني أنت الآن حسنة أن تعمل عملا صالحا فتثاب عليه، تمام، لكن أن تثاب على ترك العمل السيء هذا عجيب في فضل الله سبحانه وتعالى، وهو بالنية الحسنة والصالحة. طيب، الحديث التالي وهو حديث طويل، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أسقي، ها، لا أسقي اللبن الذي آتي به من المواشي التي أحلبها، لا أسقي قبلهما إيش؟ لا أقدم أحدا عليهما في هذا، لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، ابتعد بي المرعى اللي أرعى فيه بهذه الحيوانات، نأى ابتعد، نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي، لبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، جائعين يعني، ها، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت، عفوا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهنا موضع الشاهد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني جاءتها سنة فيها احتياج مادي لتغير ظروف الزمان، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي الزواج، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، نميته يعني، حتى كثرت منه الأموال، يعني كان مثلا يستحق مثلا شاه ولا شاتين الأجرة اللي اتفقنا عليها، ما وجدت ذهب كذا، فأخذت هذه التي له ونميتها 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 وكثرت حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك
فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه، ما يحتاج تعليق الحديث. ها؟ ما يحتاج تعليق، حديث عجيب عظيم وفيه فوائد كثيرة يمكن أن تستنبط منه، لكن الفائدة التي لأجلها ساق الإمام النووي هذا الحديث ما هي؟ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني ما كان الدعاء اللهم إن كنت تعلم أني تعبت في هذا العمل، ها؟ ما كان اللهم إن كنت تعلم أني تعبت في هذا العمل، اللهم إن كنت تعلم أنني اجتهدت في هذا العمل اجتهادا كبيرا، اللهم إن كنت تعلم أن زهرة شبابي ذهبت في هذا العمل، لا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلته إيش؟ ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك، يعني حين عملت هذا العمل فأنا لم أرد بهذا العمل إلا ما عندك يا ربي، وأنت يا الله تعلم ما في القلوب، فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك حقا لأجلك يا ربي وابتغاء وجهك فافرج عنا، فكانت تنفرج ثم تنفرج ثم تنفرج. وهذا يدل على خطورة فضل ومكانة الإخلاص عند الله سبحانه وتعالى، وأنه عند الله مكان عظيم. وأما الفوائد الأخرى فهي كثيرة جدا، منها أن الأعمال الصالحة هي سبب من أسباب إجابة الدعاء إذا توسلت إلى الله بها، الأعمال الصالحة سبب من أسباب إجابة الدعاء إذا توسلت إلى الله بها، وخاصة عند الشدائد والكربات. فإذا وقع الإنسان في شدة معينة أو في كربة معينة لعله يفتش عن أعماله الخالصة لوجه الله فيتوسل إلى الله بها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل لوجهك فافرج عنا، فاكشف الكربة إلى آخره. هذا واحد أو من الفوائد. من الفوائد كذلك فضل وقيمة ومنزلة بر الوالدين عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة حين يكون الوالدان كبيرين في السن. إن لي إيش قال وشيء، اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، فهذا باب عظيم من أبواب الإحسان، من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفضل العفاف أو ترك الشهوة المحرمة وانتزاع النفس منها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وفضل الأمانة ورعاية الحقوق. ها؟ ممكن واحد ترى مثلا يقصر في هذا الباب، يقول لك الحمد لله أنا طالب علم ولا داعية ولا عندي الحمد لله أعمال كثيرة في الخير، قد يتهاون في باب الحقوق مثلا. لا، باب الحقوق باب عظيم جدا، أمانة أموال الناس رعايتها، بل هي من علامات الإيمان الكبيرة أصلا. ومن الفوائد أهمية القصة في استخراج الدروس. هذا حدث حقيقي طبعا، والقصة حين نقول القصة الحقيقية يعني، وقصص هذه كلها أصلا التي قصها الله في القرآن هي قصص حقيقية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إيش؟ ما كان حديثا يفترى. لاحظوا أنا ذكرت بعض الفوائد، بس إحنا ممكن كل واحد منكم ترى يكون طرأ في ذهني فوائد من الحديث، صح ولا لا؟ مجرد أنك تسمع الحديث، لأنه قصة عظيمة وعجيبة. ومن الفوائد كذلك أن الدعاء الذي يدعو الإنسان ربه فيه لا بأس أن يكون مفصلا في الأحوال، لأنه هنا في الدعاء في تفصيل. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما، وبعدين قال أنه رجعت، وبعدين مسكت القدح بيدي وجلست إلى الفجر، والأولاد يتضاغون يعني يتباكون عند قدمي ويصيحون عند قدمي،
فلم أقدم عليهم. هذا كله في الدعاء الآن داخل تفاصيل. هذا مثل دعاء زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، إيش؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. فلا بأس أن تذكر في دعائك تفاصيل، خاصة إذا كنت محتاجا، يعني وكان دعاء حاجة مثل هذه، دعاء كربة، دعاء شدة. تمام؟ هذه فائدة مهمة جدا أيضا، تفيد الإنسان في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. والفوائد في هذا المعنى أيضا كثيرة، في هذا الحديث فوائد كثيرة، والعلماء حتى استخرجوا من حتى بعض الفوائد الفقهية مثلا، وبعض الفوائد المتعلقة بالأحكام يعني، لكن ليس هذا موضع ذكرها. هذا الحديث هو نهاية الباب الأول، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاهتداء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، هذه الأحاديث كان الصحابة يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إحنا نقول الآن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبعدين نقول متفق عليه، أخرجه يعني البخاري ومسلم، نقول أخرجه البخاري ومسلم، البخاري أخرجه بإسناد إلى عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم هذا الحديث، ها؟ فيقول لهم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم البيت. أنت الآن ممكن مثلا، يعني أنا قرأت قراءة نوعا ما تفسيرية، قراءة نفس الإلقاء الحديث، ألقيت إلقاء تفسيري، يعني تقدر تستوعب من خلال الإلقاء، جيد؟ طب ما بالكم أنه لما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تسمع كيف وانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثك عنه، قد ايش ممكن انت تستفيد وانت ترى تعابير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف يعني، ها؟ طيب فاتك السماع المباشر منه، لا تقصر في العناية بسنتي، ترى السنة فيها بركة وخير كبير. ومرة أخرى نرجع لما نقول السنة السنة السنة، من الظلم الشديد جدا جدا أن تختصر أو تختزل السنة في بعض الأعمال، بين قوسين المستحبات التي تكون في الهدي العملي اليومي المتصل ببعض ما يعرف فقهيا بالسنن، يعني مثلا سنن، مثلا تعرف سنن الصلاة، سنن الوضوء، سنن كذا، أو حتى بعض السنن المتعلقة بالأمور المتصلة مثلا يعني بمختلف الأحوال اليومية، لكن ليست الواجبة. يا جماعة حين نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ركزوا معايا، ركزوا معايا فائدة مهمة جدا، حين نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى وأهم ما يدخل فيها هي الأمور الكبرى في الدين، هي الفرائض الكبرى. ولا تظن أنه حين نقول السنة السنة أنه هي الأمور غير الواجبة. السنة أول ما يدخل فيها الأمور الواجبة الكبيرة العظيمة، مدارات الدين، مركزيات الإسلام، ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ما كرره، ما أكده، ما نادى إليه، ما دعا إليه، ما ربى عليه أصحابه. هذه السنة أول ما تأتي السنة يقول لك هذه السنة، لأنه كما قلت من التصورات الخاطئة أن يقال السنة السنة، هذا مثلا يقال فلان متبع للسنة. أحيانا ماذا يقصدون متبع للسنة؟ يقصدون أنه في الأفعال الجزئية التي يعني متعلق به، هو في كل هذه الأفعال متبع. طب هل هذا اتباع سنة ولا لا؟ اتباع سنة، ولكن أحيانا يكون اتباعا منقوصا أو فيه فقه خاطئ. يعني أحيانا يكون تعطى هذه الأعمال قدرا كبيرا من العناية، ولا يعطى ما هو أعظم منها ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام والعناية. مثلا الدعوة إلى الله ونشر الدين وإعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام وما يدخل في فلك ذلك من المعاني. ممكن الإنسان يظن أنه يعني لما تقول السنة السنة السنة، عارف يعني أحيانا تسوي تجاوز لهذه القضية، أنه يعني هنا عم هي من الأمور المهمة وكذا. لا،
إن كنت تريد أن تقتدي بسيد المرسلين فعلا وأن تسير على سنته، ترى هي هو العنوان الأكبر أو من العناوين الكبرى لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته العملية التي عاش لأجلها هي نصرة الدين والدعوة إلى الله، صح ولا لا؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك، ما بعد أرسلناك، هذه هي السنة، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه السنة، داعيا إلى الله بإذنه. تبغى السنة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه السنة. العناية بالقرآن، العناية بالتزكية، هذه السنة. العناية بأعمال القلوب، هذه السنة. نصرة الدين، التضحية، الجهاد في سبيل الله، هذه السنة. قيام الليل، الخشية في الفرائض، هذه السنة. وأيضا بطبيعة الحال السواك وغير ذلك من الأعمال اللي هي ليست واجبة ولكنها سنة وكان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطيت السنن الكبرى حقها، كان إعطاؤك للسنن الصغرى والتزامك بها يعطيها قيمة حقيقية، حيث تكون تابعة لا مستقلة. أما إذا لم تعطي السنن الكبرى حقها وتمسكت بالصغرى، كان هذا التمسك فيه إشكال وفيه خلل، كان هذا التمسك فيه إشكال وفيه خلل، مع إيش؟ مع أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ولو كان عملا صغيرا. الفكرة هذه واضحة يا جماعة ولا مو واضحة؟ واضحة يا براء ولا مو واضحة؟ واضحة يا عمرو ولا مو واضحة؟ عبد الرحمن واضحة أكيد؟ بشير واضحة ولا مو واضحة؟ بشير. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه الوسيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه، وأن يجعلنا ممن يرعى أو يراعي أو يقوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأمة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل همها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم عند حوضه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته، وأن يجعلنا من الحملة لميراثه، من أهل الفقه فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن يتسلط على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالظلم والشدة والمشقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وأن يضيق عليهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم أو فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.